السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صلاح حامد من معرض كومبيوتكس في تايوان، وأنا موجود هون لتغطية كم هائل جدا من إطلاقات البي سي الجديدة اللي راح نبلش من الأول من عند بوث MSI. بس قبل ما نبدأ ما راح ننسى أهلنا وأخواننا المستضعفين أينما كانوا، وبخص بذكر أهلي وأخواني في غزة، كان الله في عونهم ورحم شهدائهم ونصرهم على الصهاينة يا رب العالمين يا الله. أول شيء راح نبلش فيه هو الكروت الجديدة اللي موجودة جنبي، خلينا نحكي عنهم واحد واحد. هذا هو كرت السوبريم فيوجن الجديد، اللي هو عبارة عن تصميم جديد من كروت الشاشة الخاصة بـ MSI، اللي يحمل كلا من تبريد هوائي وتبريد مائي مع بعض في جسم واحد، فهو زي مبرد مغلق لكن في كتلة واحدة بس، اللي جاي حجمها هائل. هذا شيء عملاق، مش مزحة قديش هذا الشيء كبير، اللي خلينا نفرجيكم إياه من جوا كيف شكله، لأنه من برا شكله مرعب صراحة. فهذا هو شكل الكرت من جوا، اللي في عندك مضخة مع هيت بليت مباشرة فوق الداي تاعت الكرت نفسه، اللي في عليها تيوب صغير بيضخ السائل مباشرة إن وأوت إلى الراديتر اللي موجود عندنا على الجنب، اللي بيكون مركب فوقه، فهي عبارة عن طبقة فوق طبقة فوق طبقة. اللي فوق الراديتر نفسه فيه كمان مراوح 120 على أساس إنه يكون عندك فيه دورة للسائل وفي راديترات، كله بشتت حرارة الكرت. هذا على كرت 4090، ومفرجينا مثال هنا على نسخة الفيوجن. في كمان نسخة من هذا الكرت اللي شكلها عجيب جدا برضو، راح نفرجيكم إياها الآن. وهذا هو النسخة الثانية أو الفكرة الثانية اللي MSI شغالين عليها، اللي في هاي الحالة هو عبارة عن نسخة من كرت الأكسبرت اللي أعلنوا عنه بCES الماضي وفرجناكم إياه للي منكم يتذكر. الفكرة في هذا الكرت إنه حجمه أصغر شوي، هذاك زي ما أنتوا شفتوا كرت هائل، هذاك 4.5 تقريبا سلوت، هذا الشيء جاي أنحف فحرفيا ماخذ 3.5، وبرضه بيطبق نفس الفكرة لكن مع اختلاف بسيط. فبتطلع راح تلاقي عندك مروحة من فوق ومروحة من تحت، وتصميم مغلق من كل النواحي، إلا أنه برضو بيحوي على راديتر ومضخة وكل هاي الأشياء في جسم واحد. وهذا الكلام عملوه من خلال أنهم قسموا الراديتر والمضخة بالمساحة نفسها، فبدل ما يكون عندك فيه طبقة اللي فيها المضخة والتيوبات، وطبقة أخرى اللي بيكون فيها الراديترات، وطبقة أخرى اللي بيكون فيها المروحة اللي هي نفس اللي شايفينها هون، اللي عملوه هو أنهم أخذوا راديتر أصغر بياخذ مروحة 120 اللي هي واحدة من المراوح اللي بتكون على الوجه وعلى الظهر، وعلى الجهة الأخرى خلوا مكان فقط للمضخة. فصار في عندك الآن مكان مباشرة فوق الداي تاعت الجي بي يو نفسه اللي بتضخ المي، ومباشرة بتوديها على الراديتر، الراديتر بشتت الحرارة برجع المي الباردة. برضو هون عنا على نسخة أقل، مش الأربعين تسعين، هذه على نسخة الأربعين ثمانين. ما بعرف مدى فعالية شيء مثل هيك على كرت 4090، ولكن على ما يبدو بما أنه موصلينها لأربعين ثمانين سوبر، فأتوقع أموره حراريا راح تكون تمام. ولكن فكرة جدا رهيبة بأنك تحط تصميم بتبريد مائي مغلق، نعم، ولكن تبريد أكثر كفاءة، صوته أقل، وصراحة أشيك بكثير، بالذات كرت الأكسبرت هذا من الكروت اللي جدا عجبتني. شيء آخر برضو جديد عندنا في جناح MSI هو مبرداتهم الجديدة، اللي فيهم حركتين حلوين صراحة. أول شغلة، حجم الشاشة صار عملاق، هذا الشيء صار ألترا وايد، فحرفيا 16:9 اللي هو نفس أبعاد شاشتك العادية، فبتقدر تعرض عليه فيديو محتوى شيء متحرك بطريقة أجمل، بدل ما يكون بس مربع وأنت محصور لشيء مربع. بالإضافة أنه صار بإمكانك تمسك الشاشة وتزيحها 45 درجة علشان تشوفها وأنت جالس على المكتب، تكون مش لازم تطلع بزاوية، حرفيا الشاشة هي متحركة، اللي هي إضافة راح تبلش تشوفها على مبردات أكثر. ثاني شيء من الأشياء الحلوة اللي شفتها هون، ألا وهي أنه المروحة اللي على نفس هذا المبرد جاي قطعة واحدة 360 بالكامل، كلها عبارة عن مروحة واحدة طالع منها سلك واحد. يعني لو بدك تشبك هذا الشيء، الشاشة مع المراوح مع الار جي بي مع الباور مع كل شيء، بإمكانك تعمل هذا الكلام بس بسلك واحد USB 3 USB-C هيدر اللي موجود على اللوحة الأم، أو لكونكتر خاص موجود على لوحات MSI، أو إذا عندك بورد قديم تقدر تأخذ له بريك أوت كيبل، أو بيجي معه بريك أوت كيبل اللي بيعطيك الـ RGB والـ PWM والـ USB مباشرة بيشبك على المراوح هذه. شيء جدا جدا حلو. شيء آخر غريب لقيته جنبهم، ألا وهو سلسلة الـ MPG من ناحية مزودات الطاقة الجديدة تاعتهم، اللي الآن تأتي مع دول 12 VHP Power Cables. هذا كلام مبشر كثير على فكرة لكروت انفيديا الجاي، لأنه هون تقدر تحكي عن 600 واط بير كيبل، يعني هذا الشيء بيقدر أنه يعطي 1200 واط بس لجي بي يوز، لك أن تتخيل إيش اللي جاي. وشفت منه أكثر من نسخة كلها تأتي برضو بقدرات عالية،
وكلهم عليهم دول 12 في اتش بي باور، ف الله يستر. ايضا في عندهم مجموعه من الكيسات الجديده اللي فيها شويه حركات حلوه صراحه. هذا هو الفيلوكس 300R، النسخه الاكبر من الكيس اللي عملت فيه تجميعه من قبل. في عندنا شويه اضافات حلوه، مثلا قدره انك برغي واحد لما تفكه تقدر تسحب الغطاء اللي موجود على الباور سبلاي شراود بالكامل، واللي هو شيء رهيب جدا صراحه وشيء جميل. فبدك ترجع هذه، بس بتحط هيك وبترجع البرغي هذا، الامور طيب، انتهى الموضوع. بالاضافه انه زي ما انت شايف في عندك فتحات موجوده من جوا ومن ظهر اللوحه الام، اللي الان بتدعم الستاندرد الجديد الخاص بنفس ام اس اي من ناحيه بروجكت زيرو، اللي في عندك فتحات هون لل8 بنز تاعون كرت تاعون السي بي يو، لل24 بن تاع المذر بورد، كل الكونكترات اللي موجوده مباشره عندك فتحات لهم. بالاضافه انه عندهم شيء كثير مميز لفتني بسرعه، الا هو المروحه. فهذا هو نظام المراوح الجديد اللي ام اس اي راح يطلقوه الان، اللي بيعمل حركتين رهيبات. اولهم هي انه لما تطلع هاي المروحه راح تلاحظ انها مقسومه لجزئين، في عندك جزء داخلي وجزء خارجي، في فرق بعدد الفنز ما بين اللي جوا وما بين اللي برا، على اساس انه المراوح اللي جوا الاقرب للهب بيكونوا بيعملوا ضغط مختلف عن المراوح اللي موجوده على الاطراف او على الفنز او على الشفرات اللي موجوده على الطرف. وبالتالي المروحه هاي لما تكون شغاله راح يكون في عندك تركيز هواء اقوى على القطع اللي موجوده مباشره امام المروحه، بينما على الاطراف كله بيكون تحريك هواء عام وبيستاتيك بريشر اقل، على اساس انه يكون في عندك اوبتيمال فلو موجود جوا، وتركيز الهواء يكون على القطع اللي في المنتصف. فلو عندك مبرد البي سي، لو عندك الكولر تاع كرت الشاشه، راح يكون تبريدهم المفروض افضل بفضل مراوح مثل هاي. اوكي، الان في عندنا مجموعه من لوحات انتل الجديده اللي في كل واحده فيهم شيء مميز وشيء جديد. كل هاي اللوحات الام تشترك بفكره الكويك ديسكونكت، فبتقدر انك تسحب نفس الهيت سينك اللي موجوده بشكل سريع جدا وتكبسها برضه بشكل سريع. ففي لها مكان معين تضغط عليه وصلى الله وبارك، مباشره بتكبس مكانها. بالاضافه انه في عندك شويه اشياء وحركات عاملينها، فمثلا بامكانك انك تشيلها علشان تكشف عن الستاندرد الجديد للرامات. فهذا البورد هو بروجكت زيرو اللي كل الكيبلات موجوده فيه على الظهر، لكن الشيء الجديد والمميز هو كت الرام نفسها. فهاي زي ما انت شايف مش سودم الطبيعيه اللي موجوده هون، عندنا الستاندرد الجديد اللي اسمه كام 2. هذا مش بس الستاندرد الوحيد اللي موجود، وبالطبع انه هو نفس الميكانيزم اللي بتركب فيها تكبس امورك صارت تمام. في عندنا برضه سيستم جديد اللي هو عباره عن مش سودم الخاصه باللابتوبات، هذا ستاندرد جديد تماما اسمه الميني سي يو دي اي ام او ميني سي يو ديم، اللي هو شيء مختلف وستاندرد غير عن اللي بركب على اللابتوبات. هذا الشيء المفروض انه بيحمل استراكشر مختلفه للكيف الميموري تتواصل مع السي بي يو من ناحيه الفولتج كنترولر، من ناحيه الميموري وكل هذه الامور، زي ما شفتوا على ستاندرد الكام. في عندنا حركات موجوده على البوردات هاي كلها اللي المفروض انها مؤهله للجيل القادم من معالجات انتل، ولكن الاهم والصراحه الاجمل هو بوردات اي ام دي. خلينا نروح نلقي نظره عليهم. شيء واحد نسيتني اتكلم عنه الا وهو هذا الكرت الخرافي. هذا مش كرت شاشه، هذا كرت الايريو ام ذا 2 اكسباندر. هذا الشيء الاجيال السابقه منه كانت بتاخذ اربع اس اس ديات زياده لانه ما كان في فتحات اس اس دي كفايه على اللوحه الام. اللي عملوه هون وانهم سمحوا لك تحط اس اس ديات جيل خامس، وبامكانك انك تعملهم هوت سواب بكل بساطه وسهوله. هذول ام دا توز، ولكن هذا اطول شيء، تقدر تركب 2280 وكل الاشياء الثانيه، وترجع تركبه بهذا الشكل، كبس جوا، رجع اللوك، اس اس دياتك مبردين، عليهم هيت عليهم هيت سبريدر ضخم، عليهم مروحه، وكلاهم جيل خامس. هذا الشيء بيقدر انه يحمل اس اس ديين زي ما انتم شفتوا كل واحد فيهم لغايه جيل خامس، وبالتالي بتحكي عن 14 جيجا بايت بير سكند، واذا بدك تعملهم ريد قاعد بتحكي هون عن حوالي 28 جيجا بايت بير سكند تقريبا، كله باستخدام منفذ بي سي اي اي جن 5. فهذا للجيل القادم مش للبي سي اي 4. شيء اخر موجود ببوث ام اس اي صراحه لفتني شوي وحكيت حاب اسالكم شو رايكم فيها، لو هاي الشاشه اللي هي جيل جديد من كم كبير من شاشات الكيو دي اولد
اللي MSI الان بتوفرها. فصار في عندهم الان شاشات منحنيه، شاشات فلات، شاشات 4K، شاشات كواد اتش دي، كله QD اوليد. ولكن هاي بالذات اللي هي MEG 321 URX QD OLED، الاسم بحاجة شغل شوي، بس المميز فيها هو انه هاي الشاشة هي اول شاشة في العالم مع ذكاء اصطناعي مدمج. الامر اللي بيعني انه لما نفوت على اللعبة شايفين الاضاءة اللي موجودة اسفل الشاشة، هذه الخط اللي طالع باللون الاصفر، هذه حسب اللعبة اللي انت مشغلها بامكانها انها تعكس مجموعة من الاشياء. فالان مثلا اطلعوا على قديش معي امو، بمجرد ما اني ابلش اطخ وينقص الامو اللي معي، البار هذا بيتحرك بناء على اللعبة، وما في اي كونكشن ما بين الشاشة وما بين اللعبة، هذا الكلام فقط من الذكاء الاصطناعي اللي موجود بالشاشة لوحده بيتعرف على هاي المعلومة وبيعكسها. هذا الحكي بامكانك انك تعدل عليه من نفس الاو اس دي، فعندنا الاي اي سكاي سايت اللي بامكانك انك تعدل على امور مثل الامو، مثل السبيريت سلاش مثلا، الشاربنس، الهيلث. فالان نقدر انه نحول هذا الكلام، صار الان بيعكس الصحة، اللي هذا الامر راح يعتمد حسب اللعبه، يعني هذا الشيء ما بيدعم كل الالعاب، ولكن في عندك في هاي الشاشه اشياء مثل كي في ام، مثل السمارت كروس هير، مثل اوبتيك سكوب، في عندك اشياء واضافات حلوه من نفس البانل اللي هي اصلا يعني شاشه من العيار الثقيل. فبنرجع الى مساله الامو، مباشره الاي اي استوعب انه هذا الكلام مفروض يعكس هذا الشيء. فتخيل انت تكون في لعبه بالذات اشياء مثلا سنايبر اليت او شيء FPS من الأشياء اللي بيكون فيها تركيز على الآمو، بتصير أنت شايف هذا الكلام دايركت فيدباك على طول، علشان تعرف أنه أنت لازم تعمل ريلود أو لا، أو إذا لازم تأخذ صحة أو لا، أو من هذا الكلام. في جنبه منتج آخر برضو له علاقة بالـ AI، ألا وهو هذا الـ PC اللي هو الـ MEG Vision AI. هذا عبارة عن تجميعة جاهزة بالشيء أنت بتركبه، اللي جاي مثل ما أنتم شايفين في عنا عليه شاشة اللي بالكامل المفروض أنها تعمل باللمس، فبتقدر انك تتفاعل معاها بسرعه. وكلمه AI في الموضوع هو انه في عندك AI سواء ارتست او فويس اكتيفيتد من ناحيه هاي الشاشه، اللي بصير بامكانك انك تتفاعل معه، ترمي هذا الكلام على شاشه البي سي الرئيسي تخليه هون، او تتحدث بالصوت لتطلب ابديتس او اشياء او معلومات عن اللي على الشاشه او عن اللي على البي سي قاعد بيسويه، وتغير حتى على البروفايلز تاعت الجهاز باستخدام الصوت. علشان احنا في مكان معرض وبالتالي في ناس وفي اصوات كثير عاليه، فالصوت مش قادر اني اعمل لكم ديمو حقيقي له، ولكن في عندك كم لطيف صراحه من التغييرات والاشياء اللي موجوده في عندنا الاي اي ارتست اللي بسمح لك انك ترسم وتطلب من الجهاز انه يعمل جنريشن لايمجز مباشره بالصوت. بامكانك انك تنقل هذا الكلام لمايك خارجي، وطبعا الشاشه نفسها صراحه تصميم الكيس عجبني، يعني جاي طابقين هيك بتحسه زي مبنيين داخلين ببعض، شيء لطيف، شو رايكم؟ ونيجي لأهم شيء موجود في بوث MSI، ألا وهو اللوحات الأم، وبالتحديد في عنا لوحات الـ X870 الجديدة. ففي إيدي الآن في عنا لوحة التوموهوك X870، هذه اللوحة الأم مصممة للجيل الجديد من معالجات رايزن، فبنتكلم عن 9000، وبالطبع في عنا الـ AM5 socket المتوافقة مع جيل 7000 و8000 كله بركب. AMD لا تزال عند نفس توحيد السوكت اللي موجود عندهم، اللي على هذه اللوحة الأم والجيل هذا من البوردات الآن بيدعم أمور مثل PCIe Gen 5 على كل السلوتات اللي موجودة، وبالطبع في عنا دعم للـ DDR5 والأمور الجميلة من ناحية الباور ديليفري والباور فيزز اللي موجودة على نفس اللوحة الأم. عدا عن هيك في عندك حركات حلوة من MSI مثل إمكانية أنك تشيل الشيلد مباشرة بإيدك وتركبه حرفياً، أنا بإيد واحد قاعد بركب هذا الكلام، وتروح مركبه بهذا الشكل، ما في براغي، ما في أي من هذا الكلام. شيء ثاني جدا خرافي MSI اضافته على هذا الكرت او على هذا الجيل من البوردات، هو انه لما كنت بدك تفك كرت شاشه كان لازم بالاول انك تفك براغي وتمد ايدك وتسحب الكبسه وسلافه طرمه يعني، ولكن على الجيل الماضي عملوا حركه الكبسه اللي تكبسها وبتسحب الكرت تاعك، ولكن لازم تضلك كابس. هون الحكايه مختلفه، فالكبسه اللي موجوده عندنا للكويك ريليس للبي سي اي صارت الان لما تكبسها بتضلها ضاغطه، وبالتالي بتقدر تكبس تسحب الكرت تاعك ومباشرة بيظل مفكوك عن نفس الكرت اللي موجود. هذا الكلام على البرايمري X16 فقط، لو عاملينها عليهم كلهم بتكون حركة بتجنن صراحة وكثير حلوة. ولكن عدا عن هذه اللوحة الأم في عندنا البرو X870E، فهذه برضو نسخة جديدة بشكل مختلف، بتلاحظ انها مينيمال شوي من ناحية الديزاين، فمن ناحية هيت شيلدز ومن ناحية البي سي بي لاي اوت نفسه،
اموره الطف رايق يعني، ولكن هذا بجت اكثر من التوماهاك وراح يكون في عندنا نسخ اعلى، ولكن لانه حرفيا امبارح تم الاعلان عن الجيل الجديد من رايزن، فهذول البوردات المتوفره عندهم فقط. لكن برضه هم نحكي عن ام 5، نفس الكلام من ناحيه الجن 5، نفس الكلام من ناحيه دي دي ار 5، ولكن هون للاسف في عندنا اللاتش القديمه لانه هاي بورد بجت اكثر، فهي الحركه تاعت كيف انك تفك الكرت نفسه مخلينها بس للبوردات الاعلى. من الاشياء الحلوه مع الاكس 870 هو انه اليو اس بي اللي موجود عندنا بالكامل يو اس بي 440 جيجا بت. في عندنا امور مثل 5 جيجا بت ايثرنت، في عندنا اشياء مثل الواي فاي ال6 اي وال7 والاشياء هذه، بالطبع مع الفلاش باك والبيوس والكلير سيموس الازرار اللي موجوده عندنا، هاي كلها راح تصير ميزات ستاندرد على هاي البوردات. فهذا هو عبارة عن المنصات الجديدة لـ AMD X870، وراح نشوف كثير بوردات ثانية من عند AMD موجودة في Computex، فتعالوا معي نشوفها عند الشركات الثانية. هذا كان كل إشي من بوث MSI، احكوا لي إيش أكثر إشي مميز أنتم شفتوه أعجبكم، اكتبوا لي في التعليقات تحت، وإيش الأشياء اللي حابين نعمل عنها فيديوهات لاحقا لما نرجع إلى الاستوديو. هذا كان كل شيء لهالفيديو، كان معكم صلاح حامد، أشوفكم كمان ساعتين زمن فيديو ثاني من Computex، بأمان الله.